السيدات والسادة الحضور، السادة أولياء الأمور، طلاب الجامعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن إدارة الجامعة ورئيس مجلس الأمناء، يشرفنا أن نرحب بكم، كما يشرفنا أن نرحب بالدكتورة نجوى هاشم نقيب صيدلة الجيزة، السيد نائب رئيس مجلس الأمناء، السيد رئيس الجامعة ونائبي رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والسادة أولياء الأمور والطلاب. اليوم نحتفل معا بتخرج الدفعة العاشرة لكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. أعواما مضت مليئة بالجهد والتعب على طلابنا، ما بين الدراسة والدورات التدريبية وممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والمشاركة المجتمعية. حاولنا من خلالها كجامعة بذل أقصى جهد لإعداد طلاب متميزين في كل المجالات كخريجي جامعة المستقبل ولمستقبل أفضل لمصر بإذن الله. تحية وإعزاز وتقدير لكل أب وأم، وتهنئة ودعوة من القلب لله عز وجل أن يكلل مجهودكم بالنجاح ودوام التوفيق مع مستقبل مشرق لأولادكم إن شاء الله. وأخيرا تحية إعزاز وتقدير للسيد الدكتور خالد عزازي رئيس مجلس الأمناء على ما بذله من جهد وعطاء لا محدود طوال تلك السنوات. كما نتقدم بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الأمناء ومستشاريه ورئيس الجامعة ونائبيه ومستشاري مجلس الجامعة وعمداء الكليات وكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة الإداريين والعاملين وكل من ساهم في إنجاح وعلو الجامعة وصولا لهذا اليوم. والآن فليتفضل السادة مجلس الأمناء ومجلس الجامعة لبدء مراسم الاحتفال. الأستاذ الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء. الأستاذ الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة. الأستاذ الدكتور أسامة سلامة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. الأستاذ الدكتور السيد حسنين نائب رئيس الجامعة للشؤون الطبية. الأستاذ الدكتور عبد المنعم المشاط مستشار رئيس مجلس الأمناء. الدكتورة نجوى هاشم نقيب صيدلة الجيزة. الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم بدر عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا. الأستاذة الدكتورة حنان رفعت عميد كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. الأستاذ الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. الأستاذة الدكتورة شيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
والآن مع السلام الجمهوري. بسم الله نبدأ مراسم الاحتفال بخريجي الجامعة العام 2020. كلمة الأستاذ الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوف الأعزاء، أولادنا، زملائي، نرجو الوقوف دقيقة حدادا على وفاة الأستاذة الفاضلة عصمة المناوي والدة الأستاذ خالد عزازي رئيس مجلس الأمناء. توفيت اليوم. الحقيقة هو أنا كنت في ظل الظرف المحزن ده، كنت قررت الحقيقة أن الاحتفال ما يبقاش فيه أي نوع من الموسيقى أو يعني. فالحقيقة مجلس الأمنة على رأسه الأستاذ خالد عزازي رفض وقال لي لازم ولادنا، لأن ده يوم في العمر، فمعلش بعد ما نخلص المراسم الرسمية يحتفلوا عادي خالص عشان ما نضيعش عليهم وما نكدش عليهم فرحتهم. ف يعني نشكره طبعا على الشعور الطيب في ظل الظرف اللي احنا فيه النهاردة. ضيوفنا الكرام، أبنائي وبناتي، زملائي الأعزاء، بنرحب بيكم في حفل خريجين أولادنا كلية الصيدلة. الحقيقة أنا مبسوط بكلية الصيدلة لأنها كانت أول كلية تحصل على الجودة من أول مرة من 2016، والحقيقة أنا مبسوط لأن هناك انضباط في هذه الكلية. الدراسات العليا بدأت، التعاون مع جامعة كورك، University College كورك في أيرلندا، بيشيدوا بينا وبيشيدوا بأعضاء التدريس وإدارة الكلية وبالمقررات. وأنا سعيد برضو إن في زميل، لأنه أصبح زميل حد من أولادنا، دكتور حسام مصطفى، الحقيقة كان طالب في كلية الهندسة واتخرج 2011، ثم حصل على الدكتوراه هذا العام وأصبح زميل وعضو هيئة التدريس معنا في الجامعة. فأنا سعيد جدا، لأن طبعا هذا بيدل على إن طلابنا شطار و بيقدروا يحققوا النجاحات بره، يحصلوا على الشهادات
العليا دكتوراه وبيرجعوا تاني يبقوا معانا في صفوف أعضاء التدريس في الجامعات المصرية. برضو عايز أقول سريعا إن الحمد لله منذ أيام أعلنت نتيجة الرانكينج للكيو اس العالمي في الدول العربية، وكان جامعة المستقبل السنة اللي فاتت من ضمن الجامعات اللي في الرانك، وكانت ترتيبها 110 على جامعات الدول العربية كلها. السنة دي الحمد لله تقدمنا وبقينا نمرة 80 على الدول العربية، والحقيقة ده بيرجع لفضل زملائي أعضاء التدريس وإدارة الكليات إن هم بذلوا جهد كبير العام الماضي، وإن شاء الله السنة الجاية برضو هتسمعوا بقى كله تخرجتوا إن شاء الله واشتغلتوا، هتسمعوا إن احنا إن شاء الله تقدمنا برضو أعلى من 80. الحاجة التانية إن احنا برضو حصلنا العام الماضي على 4 نجوم في التصنيف العالمي كيو اس، وإن شاء الله خلال أشهر قليلة هتسمعوا إن احنا بين 5 نجوم، وهي أعلى تصنيف عالمي للجامعات الكبرى. والحمد لله أصبح لنا مجلة علمية مع ناشر عالمي هو إلسفير والتاني شبرينجر لكل كلية من كلياتنا، ونعتبر الجامعة الوحيدة في الجامعات المصرية الخاصة والحكومية اللي كل كلية لها مجلة علمية تصدر سنويا مرتين سنويا. إن شاء الله قريبا جدا هنبتدي نمنح درجات الدكتوراه في كل الكليات بإذن الله، فطبعا مستنيينكم تاني، معلش هتتعذبوا معانا أولادنا الخريجين ويجوا تاني يكملوا الماجستير والدكتوراه. بشكركم على حسن الاستماع، وألف ألف مبروك لأولادنا، وألف مبروك لأبائنا والأباء والأمهات اللي هم بذلوا الجهد علشان يخرجوا أولادنا اللي معانا النهاردة. شكرا جزيلا والسلام عليكم. والآن مع رسالة مسجلة من بروفيسور ستيفن بايرن، دين of undergraduate studies and head of school of pharmacy, University College Cork, Ireland، and Dr. Bernard Griffin, program director, UCC FUA cooperation agreement, senior lecturer, school of pharmacy, University College Cork of Ireland. I'm delighted to be here this evening with you all, virtually, may it be. But to congratulate you one and all on achieving your bachelor's degree. I'm truly delighted that you are the second cohort through with the UCC FUE collaboration. We are immensely proud of you all. We take great pleasure and delight in coming to Cairo and working with the staff in FUE in teaching you and demonstrating to you the knowledge and imparting that with you. I'm delighted again to see you all here this evening, and I wish you all the best in your future careers as pharmacists. Thank you, Professor Byrne. I would also maybe like to add my congratulations to all of you students. So firstly, I would like to congratulate each and every one of you students who are graduating today as a pharmacist. So it's a very proud day to be saying this, that you graduated as a pharmacist. You've spent a number of years studying hard, and you deserve great credit for the success that you've achieved in getting to this point. In addition, I'd like to congratulate your family and your nearest and dearest for all the support that they've provided you over the years to bring you to this point where you are now graduating from a future university. I would also like to congratulate Dean Hanan, the Dean of the school, and formerly Dean Seaham, who was the former Dean of the school, and all staff, the academic staff at Future University. They've done an exceptional job in terms of providing you with exceptional learning opportunities in Future University on the pharmacy degree program. Over the years that
Professor Byrne and I and many of the staff in UCC have visited FUE for teaching, and I've met many of your students. We found your staff to be excellent, very, very professional, and provide an exceptional degree program for the students studying at FUE. So Professor Byrne says that we're delighted to be collaborating with Future University in sharing some of our experiences here in Cork in Ireland with some of the experiences that you have experienced there. I will say that your course is an excellent pharmacy degree. It's considered, I feel, one of the best pharmacy degrees in Egypt and beyond, and is a great tribute to the staff, the academic staff, the lecturers, the professors at Future University on the quality of the curriculum that's provided. I'd also like to mention Professor Sarhan, the president of Future University. I would like to mention special thanks to him for his vision and his support of establishing this Future University. In addition, I'd like to congratulate the president here in UCC, currently Professor John Higgins, for his support establishing this arrangement over the last number of years. Over the years, I've met many of you in my various visits to your fabulous university, and I'm always struck by the quality of the curriculum that is provided to you, and we're very happy from UCC's to be contributing to this. And finally, I would like to acknowledge that while these are unusual times, we would very dearly love to be there with you graduating. These are unusual times, but these times will pass, and we look forward to our future visits to Cairo and to Future University. I would like to tell you all that you should really enjoy your day and wish you continued success. I'm sure each and every one of you will have a very successful career as a pharmacist, and you will make a significant impact on the lives of all the patients and the people you encounter as you provide advice on medicine's use in your future careers as pharmacists. So once again, congratulations, and I wish you a very, very, very enjoyable graduation. كلمة الخريجين تلقيها الصيدلانية تؤى إيهاب. Good evening, everyone. To start off, we need to thank everyone who supported us in our five-year journey, starting from our great professors, TAs, to our parents and families, without who we wouldn't be here today. So let's give them a round of applause. And for us, we made it. About 1,820 days ago, we were accepted here with lots of worries and uncertainties. Now, after all those years, we became who we are now, and we should be grateful for that. We built our character like our education. We're strong and determined. We accepted the challenge last semester when we studied a full semester online for the first time. Our doctors made an amazing effort, our TAs, but we made it all work together. Among the things that we need to remember is that this is our time. We're free to be as creative as we want and to pave our road towards great future and set goals as high as we want. So the last thing I'm gonna say is a quick quote. Shoot for the moon. Even if you miss it, you'll land among the stars. So thank you. والآن فليتفضل نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وعميدة الكلية بتسليم جائزة التفوق الأكاديمي للأول على كلية بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية الصيدلاني عمر علي محمد صبرا. والآن مع تكريم الجامعة لأبنائها الحاصلين على الدرجات العلمية لعام 2020. أولاً الحاصل على اللقب العلمي أستاذ
بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية الأستاذة الدكتورة منى إبراهيم عبد التواب. ثانياً، الحاصل على لقب العلمي أستاذ مساعد بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية الأستاذة الدكتورة يسرى محمد صبري. الأستاذة الدكتورة وفاء مصطفى حسين. ثالثا، الحاصلين على درجة الدكتوراه بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية الدكتور عمرو ماجد إبراهيم. الدكتورة دينا عباس أحمد. الدكتورة دعاء محمد صلاح الدين. الدكتورة نورهان محمد الأمير. الدكتورة منة الله إسماعيل عز الدين. رابعا، الحاصلين على درجة الماجستير بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية المدرس المساعد مريم أحمد عبد الرؤوف. المدرس المساعد دينا يسري محمد كامل. المدرس المساعد أحمد بدر الدين عبد العال. المدرس المساعد إيمان محمد صلاح إبراهيم. المدرس المساعد عمرو علي عباس أحمد. نتوجه بالشكر للسادة نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وعميدة الكلية لتكريمهما المتميزين أكاديميا لعام 2020. والآن فليتفضل الأستاذة الدكتورة حنان رفعت عميد كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية والدكتورة نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة بتسليم شهادات التخرج. ونبدأ بالعشر الأوائل على مستوى كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. الطالب عمر علي محمد صبرا. الطالبة آية عيد أحمد الشاويش. الطالبة فاطمة وائل عبد الرحمن. الطالبة حسناء محمد كامل. الطالبة تؤى إيهاب محمود. الطالبة مريم يحيى لطفي.
الطالبة يمنى وحيد عبد النعيم. الطالبة روان حنفي محمود همام. الطالب مصطفى أنور عبد السلام. الطالب عبد الفتاح السيد مدبولي. أبانوب عاطف منير. ابتهال عاطف علي. إبراهيم أحمد دسوقي. إبراهيم أحمد بتولي. إبراهيم طارق أحمد إبراهيم. إبراهيم يوسف محمد. أحمد إبراهيم إسماعيل. أحمد إبراهيم محمد إبراهيم. أحمد إبراهيم حافظ. أحمد أسامة متولي. أحمد السيد إبراهيم عبد الحميد. أحمد بدر عبد الرحيم. أحمد حسن بشاري. أحمد حسين عبد الرحيم. أحمد حمدي فهمي. أحمد خالد محمد. أحمد سليمان محمد. أحمد صابر السيد. أحمد ضياء عبد اللطيف. أحمد طارق خليفة. أحمد عادل كامل. أحمد عبد التواب محمد. أحمد علي محمد إبراهيم. أحمد علي يوسف صديق. أحمد عماد الدين أحمد إبراهيم. أحمد فهمي سيد. أحمد ماجد يحيى. أحمد محمد أحمد. أحمد محمد أحمد محمد. أحمد محمد السيد. أحمد محمد حسنين. أحمد محمد شريف. أحمد محمود علي. أحمد مصطفى أحمد. أحمد نصر السيد. أحمد هشام منير. أحمد وليد فاروق. أحمد يحيى محمد. أحمد يحيى محمد أبو النجا. أدهم أحمد أنور. أدهم أحمد فؤاد. أرسانيوس عادل بشري. أي خدمة. أروى أحمد إبراهيم. إسراء إسلام أحمد. إسراء أيمن سعد. إسراء حافظ حلمي. إسراء طه أحمد. إسراء عبد الرحيم جابر. إسراء علاء مبروك. إسراء محمد أحمد. إسراء يحيى صادق. إسراء يوسف عبد الغفار. أسعد عاصم صابر. إسلام أشرف عبد العزيز. إسلام حمدي المتولي. إسلام سالم محمود. إسلام لطيف عباس. أسماء إبراهيم السيد.
أسماء سيد صالح، أسماء ناجح عبد الجواد، أسماء نصحي إبراهيم، أسيل محمد عبد العزيز، أشرقت ممدوح السيد، أفنان صبري عبد الفتاح، آلاء سيد عبد الرحمن، آلاء مجدي محمد محمود، آلاء محمد حسام، آلاء محمد رمضان، آلاء همام محمد، الشيماء حسين محمود، ألفة محمود السعيد، إلهام مجدي محمود، أماني أيمن السيد، أماني خالد حسين، أمل محمود حامد، أمنية حسني سلطان، أمنية عزمي لطفي، أمير السيد محمود، أميرة إبراهيم حسن، أميرة أحمد أيمن، أميرة أسامة محمد فتح الله، أميرة شكري أبو السعود، أميرة كمال أحمد أبو زيد، أنا سيمون عماد، إنجي محمد رضا، آية طارق محمد، آية محمد السيد، آية محمود المتولي، إيفا سامح حلمي، إيمان حسن سعيد، إيمان ماهر محمد، إيمان محمد متولي، أيمن حسن حسني، إيناس محمد عبد الجليل، بسمة صلاح محمد، فسنت أشرف عبد العزيز، بيان نزهة محمد، بيتر سمعان بشاي، تودرس فريد شوقي، تسنيم رشاد عطوة، تسنيم مأمون مصطفى، تؤى السيد حسن، تؤى عارف عبد الرؤوف، توفيق محمد توفيق يوسف، جرجس رفعت فرنساوي، جهاد محمد حسن، جورج فيليب سمير، جمانة ممدوح إبراهيم، حازم نشأة الطوخي، حسام محفوظ خفاجي،
حسين محمد حسين محمود. حمزة أنور يعقوب. خلود محمد الدمرداش. خلود محمد مصطفى. دعاء حازم محمد عبد الرحمن. دينا أحمد علي. دينا محمد علاء الدين. دينا ميلاد لبيب. زياد خالد طلعت. رامي خالد علي. رامي هاني ويليام. رانيا عبد المعز محمود. رانيا مجاهد الشاذلي. رجاء أسامة عبد العزيز. رضا فتحي الجدي. رضوى محمد حسين. رنا ثروت محمد عبد العزيز. رنا عبد الرحيم محمد. رنا محمد فوزي. روان أشرف جلال. روان السيد إبراهيم. روجية أسامة نسيم. ريم أحمد كامل. ريم غريب حسن. ريهام طارق محمد. ريهام محمد عبد الصادق. ريهام مصطفى عبد الوهاب. زياد حسن السيد. زينب عبد الناصر فوزي. سارة أشرف محمد عبد الجواد. سارة حاتم عبد الحميد. سارة حسام عبد الفتاح. سارة ماجد أحمد عبد الرؤوف. سارة ماجد محمد شفعي. سارة مجدي محمد رمضان. سارة محمد فوزي. ايه ده في ايه؟ سارة محمد محمد صلاح. لا اله الا الله. سارة مصطفى محمد زكي. سامح محمد سعيد. ساندرا هاني شاكر. سعاد معتز عزت. سعيد ياسر النقيب. سلمى أحمد شفيق. سلمى السيد العسوي. سلمى عبد الحميد كمال. سلمى عبد الناصر محمد. سلمى ماهر عبد الباسط. سلمى محمد أمين. روجي أسامة نسيم. سلوى أحمد عيد.
سمر جودة سليمان، سمر فؤاد موسى، سميرة محمد رشاد، سهى عادل سعيد، شروق أشرف محمد، شروق طارق محمد خيري، شروق علي السيد، شروق محمد جلال، شريف أشرف حسن علي، شريف محمد سعد، شريف محمود عبد النبي، شهاب فتحي محمد، شير علاء جودي، شيرين طارق محمد، شيماء أحمد عبد الفتاح، شيماء جاد سيد، شيماء ناجح برهام، صفاء محمد عبد الله، صفية السيد أحمد حسن، ضحى السيد علي، طارق محمد عبد اللطيف، طارق هشام إبراهيم، طه محمد عبد العزيز، عائشة إبراهيم محمد، عبد الرحمن خير التوفيق، عبد الرحمن عاطف إبراهيم، عبد الرحمن محمد حسن، عبد الرحمن مصطفى حسن، عبد القادر محروس إبراهيم، عبد الله خالد محمد كناني، عبد الله محمد عصام الدين، عبلة خالد شكري، عبير العربي عبد ربه، عز الدين محمود محمد، علا سليمان وهبة، عماد أحمد سعد عبد الفتاح، عمر سامح إمام، عمر صلاح مبروك، عمر طارق عبد الوهاب، عمر علاء الدين أحمد جمعة، عمرو سيد فتحي، عمرو شريف عبد المنعم، عمرو علاء حسين، عمرو عماد الدين محمد، عمرو كمال عودة، عمرو محمد أمين، عمرو محمد ثروت، عمرو محمد علي، عمرو محمد محمد علي، عمرو موسى محمد نعمان، غادة السيد عبده، فادي محمد عادل، فاطمة الزهراء إبراهيم، فاطمة الزهراء مصطفى، فاطمة ثابت السيد، فاطمة مجدي سعد، فتحية محمود سرور، فرحة ثروة أحمد إبراهيم، فريدة حسن مصطفى، فؤاد محمد الديب، كاترين عاطف فوزي، كاترين عزت صبحي، كارين صموئيل رمسيس، كريستيان
كريستين وجدي بطرس، كريم أحمد محمد منصور، كريم حسام الدين أنور، كريم محمد سيد، كريم محمود عبد الحكم، كريم ياسر محمد فتحي، كريمة أحمد سيد عبد الخالق، كلثوم محمد سالم، كرولوس شنودة عوض، كرولوس عادل ويليام، ليليان وجدي شحاتة، ماجد صلاح محمود، مادونا عزت نصر، ماسا محمد ياسر، محمد أبو بكر مهدي، محمد أحمد أنس، محمد أحمد المنصوب، محمد أشرف السيد، محمد السيد حسن عبد الرحمن، محمد أيمن حسان، محمد جمال محمد عبد الحميد، محمد حرب الصغير، محمد سالم محمود، محمد سامي عبد الفتاح، محمد سمير حافظ، محمد صبحي عبد الحميد، محمد طارق محمد التهامي، محمد عبد الفتاح حسن، محمد عزت إبراهيم، محمد علي محمود إسماعيل، إبراهيم يوسف محمد إبراهيم، محمد عزت إبراهيم، محمد علي محمود إسماعيل، محمد محمود محمد المتولي، محمد ممدوح عبد المطلب، محمود السيد علي، محمود حاتم أحمد، محمود حمدي محمد إبراهيم، محمود خالد أحمد، محمود طارق محمد، محمود عبد الرحيم جابر، محمود علي محمود الهامي، محمود محمد خليفة، محمود محمد سالم، محمود مختار عبد الفتاح، محمود وجيه زغلول، مرام عادل ياسين، مروان منتصر السيد، مروى علي محمد، مروى عيد علي، مروى مبروك عبد الرحمن، مروى محمد غريب، مريم أشرف محمد، مريم عبد الله محمد، مريم عبد الناصر مصطفى، مريم محمد عز الدين، مريم هشام فرج، مصطفى أحمد السيد، مصطفى سعيد سالم، مصطفى محمد حسني، معتصم عصام عبد المنعم، ملك إيهاب أحمد، منار إيهاب عبد العزيز، منار حسين أحمد، منة الله السعيد السيد، منة الله محمد عبد المنعم، منة الله مصطفى عوض، منة عبد الناصر عباس، منة مصطفى حلمي، منة هشام إبراهيم، منى أحمد عبد الحليم،
منى دياب عبد الحميد، منى سرور إبراهيم، منى عبد الحميد عبد العال، مها عبد الرحمن عبد الباسط، مها محمد حسنين، مونيكا مدحت وصفي، مؤمن عيد محمد، مي عاطف عبد الرازق، مي ماجد محمد توفيق، مي محمد شمس الدين، مي محمد صبري، ميار جمال حسن، ميرال صلاح عبد البديع، ميران صبري محمود، ميرنا أحمد السيد، ميرنا خالد فتحي، ميرنا ماهر شمشون، مينا رأفت رمزي، نادر عبد المنعم عبد المطلب، نادر عبد الناصر أحمد، نادين مازن علي، ناريمان أيمن صلاح، ندى فتحي محمد، ندى أحمد محمد عبد السلام، ندى خالد عبد الفتاح، ندى محمد شحاتة، ندى محمد وهبة، نسمة عماد عبد الله، نهاد طه سيد، نهى سعيد عبد الخالق، نهى محمد حسين، نورهان السيد عبد العظيم، نورهان السيد محمد، نورهان محمد علي، نيرة عماد عمر، هاجر جمال حسن، هاجر سيد صابر، هاجر عبد الستار عبد العزيز، هاجر عبد المجيد محمد، هاجر محمود حسن، هالة سيد عكاشة، هميس عبد التواب هليل، هدى محمد عمارة، هشام إبراهيم سعيد، يارا أشرف محمد، يارا السيد نادر، يارا إلهامي أحمد، يارا رفعت هاشم، يارا طارق حسين، يارا وحيد محمد محمود، ياسمين أحمد أمين، ياسمين أحمد نبيه، ياسمين أشرف أحمد، ياسمين السيد محمد، ياسمين طارق سعيد، ياسمين عيد محمد عبد الفتاح، ياسمين محمد محمد عوض، يمنى محسن محمود، يمنى مدحت لطفي، يمنى ياسر حسين، شكرا الدكتورة نجوى هاشم نقيب صيدلة الجيزة والأستاذة الدكتورة حنان رفعت عميد كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. فلتتفضل الدكتورة نجوى هاشم نقيب صيدلة الجيزة لأداء قسم كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية. طبعا حضوري لأول مرة في احتفال جامعة المستقبل. ألف ألف مبروك لشباب الصيادلة وبالتوفيق دايما. أتمنى منكم جميعا
التواصل مع نقابتكم، لأن هي إحدى هيئات المجتمع المدني اللي هتوصلك بالعالم، عالم الخارج يعني الخارجي. أتمنى التواصل معنا. كل صيدلي هيتخرج هينتمي للنقابة تبع عنوان سكنه، فأتمنى جميعا أن أنتوا تكونوا تبع نقابة صيدلة الجيزة. ألف ألف مبروك ليكم. عايزين دلوقتي طبعا للصيدلة قانون خاص كلنا ملتزمين بيه وبننفذه، وعشان كده ولينا لوائح ولينا قواعد بنتبعها. في قسم خاص للصيادلة، أتمنى منكم جميعا لو سمحتوا جميع الصيادلة الخريجين يقفوا عشان نقسم القسم. السادة الصيادلة، طبعا انتوا صيادلة المستقبل، نقسم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها، والله على ما أقول شهيد. ألف 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 مبروك لكم جميعا. Oh, my God.